أنا عاصم، 36 سنة. من وأنا صغير وكل الناس بتشهد بأخلاقي وتربيتي، حتى الستات قرايبنا كانوا دايما يقولوا لي يا بختها اللي هتكون من نصيبك. أنا كمان كنت بدور على بنت الحلال اللي هتشاركني حياتي واللي هتكون سبب سعادتي. من 10 سنين اتجوزت أنا وهبة جارتنا. هبة كانت حلم لأي راجل، مؤدبة، محترمة، جميلة، متدينة، بتلبس كويس، شاطرة في شغلها، وبنت ناس طيبين. أول لما اتجوزنا أنا وهبة كانت مشكلتي معاها إن عايزاني على طول ليها، كأني عبد اشتريته. كانت بتركز معايا في كل حاجة لدرجة كنت بحس إنها مراقباني، وياما لقيتها بتقلب في موبايلي وتدور في أوراقي، بس كنت بكبر دماغي. كنت بقول لنفسي إن الغيرة دي حب، التركيز ده اهتمام. لكن مع الوقت بقيت أحس إن التصرفات دي بتخنقني، بقيت أحس إن حياتي بتتسرق مني من غير ما أحس. كانت دايما تستناني أول لما أرجع من الشغل وهاتك يا أسئلة، أبقى تعبان جدا وأدخل أنام، وأول لما أغمض عينيا ألاقيها تدخل عليا تفتح أي موضوع ملوش أي أهمية ولازم أتجاوب معاها، لأني لو ما تجاوبتش معاها تبقى مشكلة وخناقة كبيرة. حتى أصحابي اللي كنت بقابلهم مرة واحدة في الأسبوع تيجي عند اليوم ده وتتلكك على أي حاجة عشان ما أخرجش. مرة في مرة في مرة اتقطعت علاقتي بيهم نهائي. فضلت مستحمل المورستان ده لغاية ما ربنا كرمنا وخلفنا، وفجأة الموضوع كله اتقلب للنقيض تماما. بقيت مواطن درجة 10، كل الاهتمام ده راح، وبقت حياتها كلها للولاد. وما بين شغلها والولاد ضاعت حقوقي كراجل، كأني أستحيل أعيش حياة طبيعية، يا إما تركيز يخنق يا إما أهمال مهين. لغاية أما جت القشة اللي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا. أمي اتصلت تستنجد بيا لأن أبويا تعبان جدا. هبة ردت عليها اتعاملت مع الموضوع باستهتار شديد وقالت لها ان انا نايم، ما جابتليش سيره خالص عن المكالمه دي. ابويا مات من غير ما حتى اشوفه حتى احاول اساعده. امي قطعتني لانها شايفه ان انا السبب في موته. وهبة حتى إحساس تأنيب الضمير ده ما كانش موجود عندها. كتير قوي فكرت في الانفصال، لكن كنت بلغي مجرد الفكرة من دماغي عشان خاطر الولاد. ما كانش فيه قدامي حل غير إن أنا أتجوز عليها في السر. أنا عارف إن ده غلط، بس أنا كنت محتاج ست أحس معاها بشخصيتي ورجولتي. فعلا حياتي اتحسنت كتير قوي لما لقيت كل اللي أنا محتاجه مع مراتي التانية منال. لكن للأسف هبة عرفت، انهارت. مكنتش متصور إنها تتجنن بالشكل ده. أصرت على الطلاق، كرهت الولاد فيا لدرجة إن هما نفسهم ما بقوش طايقين يشوفوني، حتى منال الراحة اللي كنت بلاقيها عندها راحت بعد ما بقيت حاسس إن هي السبب، وإن هي اللي حرمتني من ولادي اللي استحملت عشانهم مرار أمهم طول الفترة دي. فصلت أنا ومنال وبقيت عايش لوحدي، محروم من كل حاجة، الزوجة، الولاد، البيت، حتى الأهل.